أحد الخطباء المطلعين، كان يقول إحدى الأشياء التي جرب في مدارس الأطفال محاولة شد الأطفال بالإمام المهدي، إمام زماننا، أطفالنا عندهم رؤية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، عندهم انشدار. قال جرب في المدارس التي وجد فيها أساتذة يذكرون الإمام المهدي ويزرعون في قلوب الأطفال حب الإمام المهدي، ذول الأطفال من الناحية الدينية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الاعتقادية أفضل من غيره. الطفل عندما ينشد بإمام زمانه قطعاً هذا يغير فيه، حتى في البيت يتغير، سلوكه يتغير. هذه الوظيفة وظيفتنا إحنا الآباء، ووظيفة الأمهات، وظيفة الإخوان لإخوانهم الصغار، أن يحاولوا أن يوجدوا هذا الانشداد وهذا الذوبان.